جحافل المجاهدين مستعدة لرفع راية لا إله إلا الله ولإعلاء كلمة الله وللمضي قدما في الجهاد في سبيل الله نصرا لله عز وجل ونصرا لدينه ودفاعا عن المستضعفين وذيادا عن حياض المسلمين وردا للحقوق إلى أهلها ونصرة لكل مستضعف نال من الظلم ما نال ورفع يديه إلى الله يستنصر الله فنصره الله بمدد من عنده هذا المدد هو أنتم الذين إن أحسنتم وصبرتم كنتم من أولياء الله الصالحين من سادة المجاهدين أيها الإخوة المجاهدون سننطلق من هذه الساحات التي خدمنا فيها دورتنا وإعدادنا وسنستمر في الإعداد وسنمارس الجهاد ونقاتل أعداء الله ونرفع راية لا إله إلا الله ونصطف خلف القادة الذين وهبوا حياتهم لله جهادا في سبيل الله منهجنا منهج قويم نمشي على خطى النبي المستقيم عليه الصلاة والسلام وهي خطى الأولياء الصالحين وخطى سادة الأمم أجمعين من أصحاب رسول الله